يكفي أن ننظر حولنا لنرى بأن كل شيء اليوم يدور حول هذه التكنولوجيا والتي تقدم لنا وتوفر لنا تسهيلات كثيرة في حياتنا اليومية، في كوننا أن نفضل يعني على اتصال مع أهلنا وأصدقائنا عبر الشبكات الاجتماعية أو التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية إلى غير ذلك، وكذلك في المجالات الاقتصادية الصحية، وكذلك في تجهيز البنيات التحتية للدول بالأخص النامية والتي هي في طريق النمو. رسالتي للعنصر النسوي لاندماجي والانخراطي في هذا المجال الذي هو مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فهي أن وجودهن وانخراطهن ليس بس دور يعني كباقي الأدوار، بل هو ضروري ولازم، لأن المرأة بطبيعتها يعني التي خلق بها الله سبحانه وتعالى فهي تهتم بكل ما يدور بها. ولهذا فإذا كان الاتحاد الدولي للاتصالات يعير هذا الاهتمام الكبير لإدماج ولجعل العنصر النسوي ينخرط في هذا المجال وفي مستقبل هذا المجال، فلأنه متأكد وواثق ومؤمن كل الإيمان بأن المرأة لها دور كبير في هذا المجال. فلهذا أشجع العنصر النسوي في الالتحاق بنا في هذا المجال ونرحب بهن. Be part of Girls in ICT Day 2016.